نتكلم شوي عن اللي مخصص له اسم هذه الندوة، الشهيد سعيد. ومنين نتكلم عن الشهيد سعيد؟ نتكلم عنه كرفيق، من التحق بالنداء الوطنية بل بوزارة الإعلام 1980. أنا ذاك أنا كنت تابع قسم التقن، وجاء هو صديق الثاني جاي من ألمانيا انضم لي القسم، وبدأ الخطوات الأولى التقنية مع القسم، تعلم طرق التسجيل، طرق التصحيح، طرق المونتاج، ديك الأمور تاع المنظومة كاملين أغلبية الأمور اللي مرفتو بالإذاعة الوطنية. وكان الشهيد سعيد الإنسان منذ أن أطأ أقدامه وزارة الإعلام اللي استشهد ما نفكر به أبدا نهار شتمت نادي ولا نفكر ما يخالف، وما نشهد بها لأنه فقط شهيد، وإنما نشهد بها على رفاقتي حقيقة عكس رفاق ثانية. هذا الرجل كان لين بعض التقنيين في مهمة يتردد عنها ويقول ما هو صحيح ولا كذا، كان يدرك السباق دائما يقول أحد عدلها، ودائما مبتسم الشهيد سعيد، دائما مبتسم. و ديك الاثنين قرر ان نعود نغطوا العمليات العسكريه، عدلنا لائحه كل حد منا فريق تقني ومصور ومذيع مراسل. من تدخل العمليه العسكريه احنا طبعا ما نعرف بها، ما نعلم بها، نعلم بها من جينا الحربي تقريبا حرب 19 دري ميزة صورة بين عينية دائما، وعندك لائحة مجموعة كل مرة توقف العملية شاركة فيها، يقول هذه مرة تمشي في الدوم، المرة الجاية يمشوا مرة الجاية يمشوا كلها ودور. كنا ديك الساعة كل شهر نقعد عطلة 5 أيام، من كل شهر نقعد 5 أيام. وكان سعيد مطوعين في 5 أيام، وكنت أضحك مكتبي جاني أني مذكر منه ولد من الوزارة، وقال لهم جاو أعلموا التدجال في دوره مراسلين يغطوا العملية العسكرية بتوعد. كانت متوقرة هذه ديك الساعة من الإذاعة، كانت متوقرة سانتو محمد أمين، ومن قسمنا قسم مديرية التقنية متوقرة سيدة الريحة. لودنا سيدة اللي ما يفعل معه أطروا سألت بساعة، قال لي أنا بيها الحب وزارة الدفاع ولا الحسيب، هذا مهمة عدد في كتاب رجلي وحاني له هو تلمحان وما يدور مجال تقني ضري، هذوما الناس مستعجلين حتى واحد أفضل تمت قاعد المكتب اللي جسعيد داخل لي ولا عطلة، هذا اللي يعتصر المكتوبة سبحان الله، هذا التاريخ شهادة التاريخ. دخل لي سعيد وجاني لباس بخير لباس، قال لي انا دور كيستندوف ديك الساعه، ياك حد كيستندوف الوزاره ما تعطي رخصه، ما هو الا جات رخصه مسبقه من طرف مدير قسمه. اعطيته ورقه قال عنده كيستندوف شي من الخضره ولا حاجه ديك الساعه تعرف حد دار كيستندوف، واعطيته ورقه مشى جالس الاداره اطرب سمع التقني اللي ولد والحاني ما الحاني ما شد تميت الجراج داخل اليسار. قال لي كان لي هم ناس عجال وكذا وتقني ما جاك كذا حتى ما قال لي انا ما قدرت نمشي من دور لا نمشي خلاص كما انت سعيد مشي كيسي لو سالي تسلم عليك من عندك نو قال لي حتى ما قلت فابور وكذا دور لا نمشي وكذا وقال لي ما قدرتش قلت له سعيد انت غفلة امشي كيسي لو كذا سيد اللي ما يدور ما جاك وكذا قال لي لا 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 حتى ما قلت فابور انت ولا امرك ده هو شكل ما يصور ثم تبسع قال لي حق 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 لك الرجل وذو من مني الناس يقول ايه وانتم عجلين عجلين ثم خلاص طرح رقصة الدين وقبل الأجهزة كانت واجدة العصر ناقرة رابط مسألة كذا ومش سعيد هذا الثاني لابن أخبارها مستشهد بيستشهد
اللي كان الطبيب اللي كان يعالجه حاجته وصوته عنه كذا دحنا هذا والغيروك حق كان جات غثيفة تسمى الكلب اللي عنه واستشهد بالليل أسد. هذه نبدأ نشارككم للحظة وقريب من بيها وطلع بيها هذا الرفيق اللي كان معانا واللي نشهدوا له بإنسان طيب إنسان روحه نظيفة نظيفة جدا إنسان اللي من التقنيين اللي كان مثالي حقيقة مثالي وما خلق إلى الوريج اللي يلاحقوك في الدرب لمدة سنين وما تتذكر فيه ما هو شي صالح وزيد ورفيقك إلى قطاع ترافقه إذا كان أكلهي ترافقه في مسيرة ثانية ولا ما ترافقه هذه هي الحقيقة وهذا هو اللي اقتنعوا به كاملين وهذا هو اللي أقتنعوا دعاء به وبالتالي قلت تغطيت دخلك يا أخي العضو عارفين إحنا هون موجودين في إسبانيا عنا أرانا ما عدلنا شيء وأرانا ما أعطينا شيء ولا ودينا في نشي حقيقة مقابل ذوك الشهداء اللي أعطى أرواحهم حتى هم بومات ببالتهم تركتهم يعني لا يتحدى يقول حد عنه أراه وده والله نعطيه والله كذا ما يخالفه محب الوطن المحتل ومحب الغزاة موجودين ومحب ذا النضال مازال مستمر أرانا كان لي مشروع الشهداء بغينا ترى اللي باغي زايد والله شاك عنه لا كذا ودعنا المدن لغاية حقيقة صدقوني لقلتلكم أن حد يؤمن بالإيمان ويحس حقيقة أنه طرف ما أعطى شيء مقابل ذوك الرجال الزينين شاك عنك الثقافة حتى هم الثقافين شاك عنك متكون ومتكونين شاك عنك تكون لي حكومة هم حتى الباقي غلقوا سلاحهم وطوا أرواحهم بنرجع نحن لذوك قاعدين هون ونرجع عن الصحراوي نتكلموا ونقولوا موجودين إذا على الأقل أضعف الإيمان لو أنا إحنا بعد كإعلاميين يا من أضعف الإيمان طيب ما نخلو شيء ما نخلو شيء كاملين تعلمنا من الدروس اللي فاتت هاي السنين الثلاثة اللي فاتت هذا المخاض اللي كان صعب واللي نشكر عليه الإخوان اللي كانوا شاركين لي اللي على الأقل بعد سكروا إلى الحملة للدورة الثالثة تم سكر الحملة للدورة وبالتالي ضروري عنا كاملين كل هذين بعد ما نفسه وحده وفقط يقول على الأقل لين حاول قدر الإمكان عني نعدد ولا نودي ولا نعطي مهمة لا يتهاون بيعدل زين عندي كذلك حقيقة ننصح ونوصي بها كذلك رئيسنا الجديد مشكور جزيل الشكر على أنه لا تنقطع ذيك الرابطة بيننا إحنا قلنا رابطة والرابطة معناها الشيء المنسجم المعبود المكلف المتفاعل وبالتالي زين عندنا العضو لا موجودين والعضو لا حاضرين والعضو نعطوا من وقتنا إياك نتقاوم نعطوا من فاضلنا إياك نتقاوم نعطوا إياك حقيقة نجتمعوا ببلد ونفرغ لينا ونفاق ونصار وكذا إذا مرقوا بزبدة نتيجة إيجابية لعملنا اللي عدنا مسؤوليات جسام والمسؤوليات صعبة وبكل تأكيد بكل تأكيد كاملين فيكم القدرة والكفاءة ما شاء الله للمسير إلى الأمام بذا المشروع اللي أمنيتنا لا عندنا شعوب ما لا يكتب علينا مولانا أبدا عن ذلك